اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج سفره سالي. النهارده حلقه مميزه جدا لان احنا معانا ضيف مميز. اكيد انتوا لاحظتوا اليومين اللي فاتوا كان في بروموهات شغاله، الناس بقى اللي بتحب العربيات السباقات وحاجات. النهارده حلقه بجد مختلفه جدا، هيكون معانا ان شاء الله تامر بشير. وهو مش بس زي ما كلنا عارفين ناحية السباقات وكل حاجة، لا هو في نواحي تانية كتيرة جدا جدا رهيبة عنده هنعرفها النهاردة. زي مثلا أولا هو مقدم برامج، مذيع، في حياته الشخصية في حاجات، خس كتير جدا، حاجة 40 كيلو، بيحب الطبخ جدا دلوقتي، ودي حاجة طبعا على طول شدتني وقلت لازم 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 يجي يطبخ معايا هنا. فإن شاء الله هيقدم حاجات معانا في المطبخ وهنتعرف عليه شخصيا لأنه شخص مؤثر جدا، عمل حاجات كتيرة قوي في حياته، وكمان دلوقتي بقى ليه لقب مؤثر بجد، يعني تم اختياره في حاجات هنعرفها كلها إن شاء الله بعد الفاصل. تابعونا. اهلا بيكم معانا من الفاصل واعرفكم بتامر بشير. اهلا بيك، منورني. والله انا اللي مبسوط ان انا معاكي النهارده جدا، ويعني ربنا يستر، لان طبعا انا مش مصدق ان انا واقف في مطبخ مع شيف قوي جدا. لا ده انت اللي قوي، وامبارح شفت ستوري قويه جدا جدا يعني كله وشجعتني النهارده البس اسود زيك. انا الموضوع الاسود ده يعني ده بس اوعي تعملي غلطتي وتلزقي في الاسود بس، عشان انا ما بقتش اعرف اطلع بره الاسود خالص. هجزق النهارده بس. يعني النهارده شرف والله. انت النهارده هتعمل معانا طبخات حلوه. بقى لعبت النضاره. وقبل الطبخات ولا تحب نتكلم لما نبتدي؟ اللي انت عايزاه. انا النهارده واقف يعني مبسوط قوي اني واقف قدام المطبخ، ومبسوط طبعا ان انا معاكي، ويعني ده النهارده هتبقى ان شاء الله حلقه دمها خفيف اتمنى يعني، واعذروني يعني ايه لو في شويه رفارف راحت، شويه اكسدامات اتكسرت، ده طبيعي لان انا مش متخصص في الاكل قوي، بس انا بحب اللقمه الحلوه. انت الدنيا اتغيرت معاك، انت ابتديت تخش المطبخ بسبب كورونا. بجد؟ اه. يعني مش يعني بسبب انك كنت لازم تخس او لا؟ خليني اقول لك اللي خلاني اخش المطبخ. اولا انا كنت في شهر 11، يعني السنه اللي فاتت كانت السباقات كلها معظمها محليه، ما عندناش سباقات دوليه كتير، وانا بحب الاكل بالليل. اوكي. يعني طبعا بقول الكلام ده في المكان الغلط. عادي عادي. ده فات صح؟ ده فات. طب يلا عيش. احب بقى الاكل بالليل، وبعدين احب اللي هي اخر لقمه وانا داخل على السرير خلاص، اللي هو يا نهار ابيض خلاص بخلص دي متعه. كنت بتعرف تنام؟ جدا. وتعرف تصحى ما تبقاش منفخ وتعبان وكده؟ هو انا كنت منفخ خالص يعني، انا مش يعني من غير ما اصحى او انام انا كنت في حته تانيه. فدي كانت من الحاجات الغلط جدا، انا معترف ان دي الاكل بالليل بس هو متعه. وبعدين احب اكل بالليل اكل دسم، يعني مش اكله بقى اللي هو مش اي حاجه، مش الحاجات بقى بتاعتك اللي هي الوانها حلوه دي. لا زبادي لا 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 لا، ده في نص اليوم ده، دي الحاجات اللي هي بتزعد على كده، لكن اللقمه لازم تبقى اللي هي بجد. تمام. فده مع الوقت مع المشروبات الغازيه، وبعدين الكميات في المشروبات الغازيه مش بنتكلم في الحاجات دي عشان نعرف نتكلم لتر ونص، ما انت برضو بتزيح بتاع امال ايه. فوصلت في شهر 11 135 كيلو ونص. انت معاك صور قبله بقى؟ ما انا يعني في صور على الشاشه، الناس شافتني، الناس اصلا دلوقتي بتقابلني في حتت كتير، ايه ده؟ اقول لهم والله يا جماعه هو كرم ربنا. يعني اللي انا فيه ده كرم ربنا. والله انت خسيت بقى بالظبط 45 كيلو؟ بصي الاول ما ابتديت شهر 11 كان عندنا مفروض بطوله العالم السنه دي في السنه الجميله اللي احنا فيها دي، فبدانا نستعد، فكنت طبعا حافز. فلما طلعت على الميزان وبدات بقى استعد لقيت الرقم اللي هو ده، انت حضرتك عايز تسابق على نص نقل، ما لكش حل غير كده، وكل بقى بدل السباق اللي هو زق يا محمد حاسب. فطبعا الموضوع كانش نافع، فاخدت قرار قلت انا هبدا دايت وابدا بقى اتمرن بجد. وانا دايما عندي برضو خليني اقول لك مشكله بتقابل الناس اصحاب حب اللقمه الحلوه، يمشي شويه حلوه في الدايت فيبدا يخس، فتبدا التيشيرتات تبقى ايه فيها سنه، مش هتحس انت بالحاجات دي، في سنه براح كده، يبقى في كرش فبيدي سنه براح،
اول ما تيجي سنه البراحه دي خلاص انا خسيت وخلاص اسيب الدايت وارجع عادي. النهارده فري بقى هناكل. فطبعا تمشي في الحته دي شهر اتنين وتروحي مبوظه اللي انت عملته كله. فانا كان عندي بقى الحافز بتاع بطوله العالم وخلاص بقى لازم اخس وابدا اعمل الحدوته دي. فبدات اتحرك، بدات ادوق طعم الخساسان وحاطط قدامي لا انا لازم اخس كويس عشان يبقى شكلي كويس ولياقتي كويسه وابقى قادر ان انا اتحرك بشكل افضل يعني. وبعدين جت الكورونا. الكورونا بقى كانت عندي مختلفه شويه، كان عندي ظروف مش حلوه يعني، وفاه والدي الله يرحمه. فكانت بالنسبه لي القعده في البيت صعبه شويه. وبدات ان انا وامي نخش المطبخ. امي بقى يعني ده سنه عارفه هتقتلني بس انا هقول الحقيقه، امي مالهاش في المطبخ خالص. عشان نبقى على نوم. معلش يا ماما انا اسف بس ست معترفه. هو عامل زيي في حاجات كتير على فكره. انا بقول الحقيقة. عادي انا ماما دايما تقول يا بنتي مش كل حاجه على الشاشه، مش كل حاجه تتقال على الشاشه. او زي يا ماما مش عيب يا جماعه. انا امي بصراحه في المطبخ يا شباب معترف، هي بتعمل اكل كويس بس هي بتبقى كانش بتاعت المطبخ. فكان دايما عندنا في حاجات ناقصه في اللقمه بتاعت فقلنا نخش بقى انا وهي ونبدا نسلي نفسنا بقى. انا قاعده انا وهي بقى فنبدا نسلي نفسنا، نخش نطشطش بقى بالليل شويه مش عارف ايه وكورونا وناكل اكل صحي في البيت. ومن هنا بدات احب الاكل وبدات اتفرج بقى ايه على القنوات. ايه اول حاجه طبختها؟ انا طبخت حاجات بيتزا. اول حاجه البيتزا. اكل صحي جدا صحي. يا نهار ابيض. لا خد بيتزا وقعدت تعجن وتعمل. عملت العجينه قعدنا بقى نخش نجيب المقادير وادور على كل الوصفات اللي انت بتعملها، لقيتها كلها صحيه جدا فمش عارف ورحت ندور في حته ثانيه. اول من الاخر يعني بقى عشان ما بقاش كداب يعني. اكلها صحي اصلي قوي فاللي هو مش سكتنا دلوقتي، احنا جايين الاول ناخد بيتزا. بدات اجيب بيتزا وبدات بقى ادور، لقيت كل حاجه بتتباع بتتحط كده يعني. أوكي. الصلصه بتاعت البيتزا مش عارف ايه وبدات اعمل هوب وسوي كل يوم ادي بيتزا بقى. وبدات اجود بقى عارف التجويد بقى. فلقيت يعني انت دخلت الطبخ تتخن اكتر لان هي بيتزا بتتخن. ما هو عارفه بقى اكتشفت حاجه بقى خطيره، ان من ساعه ما بدات اعمل الاكل وانا ما بقيتش اكل يعني. اللي بيعمل الاكل بحس ان هو كان دايما يقول لك اللي هو بيطبخ هو بياكل كتير. لا انا حاسس اللي هو بيطبخ مش قاصد، انا شبعان يعني في نص طلعت طاقتك خلاص في الطبخ. المتعه بتاعت التش دي خطيره. المهم ماما كانت بتحب تاكل اللي انت لا. بتعمله صح صح ماما ولا لا صح؟ اعترفي. لا لا لا. وبعدين بدا بقى اخش بقى في الباستا، اخش بقى في الاكل بقى، ادور بقى على اعمل فراخ هيلسي بشكل معين، اعمل الرز ستيم ازاي، احاول بقى اجود بالتوابل. ده كلام جامد جدا. التوابل بقى التوابل خطيره. انت برضو بتستعملي حاجات حلوه قوي وانت بتتفرج عليها تقول ايه احط ده على ده ازاي. تيجي تدوق تقول اوبا ده خطير. يعني ابتديت تخترع بقى حاجات. اخترع واشوف في حاجات انا بالنسبه لي يعني في حاجات كتير ما كنتش عارفها يعني. في حاجه اسمها سبع حاجه كده. سبع خطوات. لا سبع خطوات توقعوا. بهارات. سبع بهارات طبعا. سبع بهارات. انا بقى ما كنتش عارف ايه دي. ودايما اشوفها بقى اخش بقى السوبر ماركت يعني مع كل مدام عفاف ومدام اعتماد ومدام كل مسي خير زي حضرتك. سبع بهارات على فكره الوحيد اللي اخش له على الستوري بجد ما زهقش. مش ممكن. فظيع يعني. يعيش الواحد معاه في العربيه، يعيش الواحد معاه في المطبخ، يعيش الواحد معاه في اي حته. ده شرف ان حد يتابع الستوريز بتاعتنا والله بجد. واكتشفت فيها حاجات جميله جدا بقى مش ممكن يعني. بالليل بقى ده كرم ربنا. بالليل قيام الليل يعني حاجات بجد الواحد. بصي خلينا نتفق. وفي ناس بتيجي تقول حاجات كده لازم نبقى يعني، هو لازم علاقتك تكون كويسه دايما بربنا، لان اللي احنا فيه ده كله كرم من ربنا. واي خطوه بنعملها من غير كرم ربنا ودعاء اهالينا ده حقيقي موضوع مش هيبقى موجود. في ناس كانت الاول تقول لي يا عم هو انت عشان بتصلي لازم تقول للناس صلي. يا عم انا مش شيخ يعني، يا رب ابقى شيخ. بس انا بتكلم في حته اللي هي ايه، هو انا بقول للناس نعمل حاجات. اولا احنا ما عندناش حاجه اسمها تقول للناس. احنا عندنا او عندي انا على الانستجرام تحديدا عندي عيله كبيره. العيله الكبيره حاجه. ايوه اشرح لنا بقى العيله الكبيره دي عشان العيلة. انا لاحظته كده من يومين بيقول لي العيله الكبيره بيقول على الستوري يعني العيله الكبيره. العيله الكبيره دي بالنسبه لي اكبر دعم موجود في حياتي. لان انا ما بتعاملش ان طب تحب نبتدي واحنا بنتكلم. طيب عشان ايه؟ عشان بعد كده نقعد على السفره. ماشي. انت هتعمل ايه النهارده؟ انت قولي لي عايزه تاكلي ايه. انا عامل ستيك مشوي كده لطيف وهنحط عليه كذا نوع من انواع الصوص
بس يعني عشان ما تاخدوش يعني هتساعديني عشان انا في المقادير هي دي بقى لسه مش ظابطها قوي. اوكي. اه اللي هي ايه؟ يقول لك ايه ريحه ملح. ايه الريحه؟ اجيبها منين دي؟ ريحه ملح. لا بس انت بتاخد بالك كده وبتحس. لا لما بدات ادوق بس في اه في الحاجات اللي هي المتخصصه بقى بتاعتك قوي بقى دي اللي هي دي صعبه شويه بس هتساعديني فيها عشان تقولي لي ده كفايه. لا حاضر. المقادير انا بعك فيها شويه. لا حاضر. انت هتعمل بقى نوعين ستيك؟ اه. احكي لنا. انت عايزه طب ما تساعديني في واحد وانا عشان نكسب. طيب ستيك عندنا ستيك مشوي بصوص الفلفل. ده بتاعك انا هعمل الباربيكيو عشان بحب الباربيكيو عشان هو بيتخن برضه الباربيكيو شويه بس النهارده انت هتساعديني انه ما يبقاش بيتخن. يلا بينا. صح كده؟ ماشي. ماشي. هتقول لهم على المقادير؟ المقادير بقى. يلا. ست الكل ورقة وقلم معايا يلا هنبدأ. يلا. نبدأ النهاردة وربك يستر لأن برضو ما تاخديش كلامي ثقة في الأكل قوي. يعني أنا لسه. يعني أنا النهاردة يا جماعة كده بنلعب يعني. بنجرب. ويعني جاي على قناة متخصصة فما شاء الله عليا فخلي بالك ست الكل إن ممكن حاجة تروح سنة. لا أنا برنامج لايف ستايل فعادي جدا خد راحتك. اه طيب. مش لازم. وبعدين يعني سالي هتلحقني. هتشوف إن أنا رايح في كده هتلحقني. على طول. حاسب. طيب نبدأ للعش. نتبل بقى دلوقتي صح؟ طب يلا المقادير تنزل على الشاشة؟ اه هتنزل شفت كل المقادير على الشاشة دلوقتي؟ ايوه اهي شوف على طول خليك طول عمري نفسي اقف في المطبخ اقول ست كل المقادير على الشاشة الحاجات دي كده انت النهارده عايش حياتك ايه البرنامج بتاعك؟ يا باشا ده شرف والله ده شرف والله انت اصلا يعني دي مهنتك مش صعب مذيع كنت مذيع لسه وانا هتخلصي عليا؟ لسه عندي هوا كمان ايه؟ انت مذيع اصلا مقدم برامج وحاجات كتيره جدا حاجات كرم ربنا كرم ربنا معلش احنا ابتدينا البرنامج مش على طول عن قصه حياته احنا ابتدينا بشكل مختلف عشان نخش بعد كده على قصه حياته بس من عايز تعلميني حاجه والله عايزين نفسي اعملها بس امي هتطردني من البيت ايه بقى اللي هي لما بتبقى حاطط اكل هنا في الطاسه وتروح عامله عارفه الحركه دي بص هنا من حقك تعمل اللي انت عايزه ايوه بس انا عايز انا بقى عملتها مره معلش يا ماما انا اسف في يوم انت صحيتي كنت برضو بعمل حاجة كده بصلصة فضربت واحدة من دي ضربت في كل البتنجان المهم صحيت الصبح قالت لي ايه الاحمر اللي قلت ايه ده؟ الاحمر في السقف ايه اللي حصل ده ازاي؟ قالت لي انت عملت اكل في ليه؟ قلت انا ما عملتش حاجة اصلا ازاي؟ ضربت دي كده راحت في كل حاجة ايه انت بقى بتعملي الحركة دي ازاي وتروح جايبهم يعني جايب الاكل في نفس المكان ده؟ دي لفة كده لفة معينة ماشي هتعلم انا هنعملها انا هعملها نشغل اول حاجة عشان ستيك نشغل الطاسة تبقى سخنة هتشغل انت هتحتاج دي ولا دي اللي انت عايزاه انا دي اسهل طب خلاص خلينا بدي يلا بينا انت هتتبل صح صلي على النبي على التكنولوجي انا سنه لسه متجاذب بنار ده عارفه انا الحاجات دي لطيفه برضه انا البتاع ده عملت فيه مشكله عشان كده مش عارف استعمله سبته شغال وحطيت ايدي معلش ما يا نهار ابيض زي بالظبط اللي هو واحد يقول الشكمان سخن يروح ايه الشكمان سليم نفس القصه كده يا نهار ابيض نتبل مش عايزه اتخيل طبعا انا هديك جلوفز عشان ايه ايوه استنى اهو شغل عالي فت. شكرا يا فندم عايش خلاص بقى عرفنا نلبس جلوفز هو حاطط له جلوفز سمول ما هو شكله سمول لا خلاص ما بقيناش اكس لارج ايوه وانت ما تنسيش جلوفز انا هتبل معاك انت سايبان انا في ال لا حاضر يا نهار يا جماعه واقف مع يعني حد مش عادي ده حد محترف زياده عن اللزوم بس انا قلت ادي لك انت النهارده المساحه يعني لا لا دي حظي النهارده كويس ان انا يعني واقفه بطبخ مع سالي ده في حد ذاته شيء خطير والله انا اللي ليا الشرف بجد الله يخليك في حد شخصيه جميله زيك حد بيكلمني وانا على الهوا حاجه يعني انا اصل انا دايما بعمل الحركه دي على طول خلي بالك بتعملها في الناس في الراديو بالذات وانا قاعد في الراديو الاقي حد بيتصل بيا مثلا فالاقيه بروح قال يا استاذ فلان بيتكلمني انا قاعد على الهوا على فكره تعالى يلا حاضر استني بس عشان واضح ان في ايد مش في اكبر من ايد معلش 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 الحاجات دي اصلها يلا بينا يلا انا جاهز تاني احنا معانا معلقتين كبار زيت وبصل بودره وملح دي ستيك بصوص الباربيكيو ست كل النهارده دي وصفه لطيفه هنحط المقادير دلوقتي استاذ سالي هتقول لنا المقادير وانا هنفذ اللي هتقولي عليه طيب احنا اول حاجه هنتبل الستيك معانا بودره البصل والملح والفلفل ده هنتبل بيه الاول بعد كده للصوص معانا كوبايه باربيكيو صوص ومعلقتين صغيرين صوص حار وكوبايه مرقه خاليه الدسم
اهي دي كوبايه المرقه خليت الدسم. ماشي. عارف تعمل ازاي؟ لا ما بستعملش، انا جربت عايز استعمل مره يعني برضو الحاجات دي مش عارفه تتحط زي المرقه يعني بتدي طعم، بس انا عشان بعمل اكل كله ما ما ما, ما نايف نايف بقى، بس ساعات في حاجات حلوه ممكن تخليني تدي طعم وما تخنش. ده صح صح. ما انا جاي النهارده استفيد بالحاجات دي. المرقه هي بتبقى خلاصه اللحمه او الفراخ وعش تبقى من غير دسم بتدخلها التلاجة فتعمل دسم فوق وتشيل. ايه ده بس كده؟ انت برج ايه؟ العذراء. العذراء ده برج هنقول كده صامد كده. صامد؟ صامد. قلقان مني انت. قلقان هتروح ده برج يعني. يبقى هنحط المرقة برج في التلاجة عشان تبقى الدسم يطلع فوق. بالظبط. وارميه. بالظبط. اللي هو بيبقى فوق ده الدسم ده اشيله بالمعلقة بقى. هو بيتجمع فوق حسب بقى كميه الدسم، ممكن يعمل طبقه ناشفه كبيره كده ممكن تشيلها بالايد كده على طول. انا شايف ان انا محتاج اقعد هنا كده في البرنامج ده اسبوعين ثلاثه اخد خبره. لا انا هبتدي اعمل ستوريز عشانك. هتعمل ستوريز. يلا نحط ايه بقى؟ دي بودره البصل. بودره البصل صح، وهجيب لك الملح والفلفل ونتبل بيهم. احط ده بقى. صح. حط حط حط. ما دي الحاجات بقى اللي انا بعطل فيها. المقادير بتحطي قد ايه ملح بقى؟ الملح رشه. ما هي شفتي بقى زي اللي هو شويه ملح اللي هي الرشه دي. ايوه. انا ما بحبش الملح، من الحاجات اللي ساعدتني في الخساسان ان انا ما استعملش ملح خالص. تمام، عشان هي بتمنع بتقلل امتصاص الميه ووتر ريتنشن او بالظبط اختزان الميه في الجسم. بس بصراحه بيدي طعم، مش هنكذب يعني. بس مش لازم خالص لان الملح برضو مهم للجسم على فكره. بس ممكن يتاخد من حاجات تانية يعني برضو. ايه موجود في حاجات تانية؟ احكي لنا بقى. شوف. انا عايزة اعرف، عايزين نعرف اكتر عنك. انت في حياتك داخل في حاجات كتيرة جدا. بس قبل ما نخش فيها كنا واقفين عند سؤال مهم وهو العيلة الكبيرة، نرد على ده وبعدين نخش على العيلة الكبيرة. بالنسبة لي زي ما بقولك السوشيال ميديا بقت حاجة مهمة قوي دلوقتي، يعني في الفترة اللي احنا موجودين فيها السوشيال ميديا حاجة مهمة. انا من زمان بحب السوشيال ميديا قوي ومعهم يعني بحب التكنولوجيا عامه، فكنت من اوائل الناس اللي بدات تدخل على الانستغرام. خلاص. فالمهم لما دخلت على الانستغرام بقى عندنا، انا ما بحبش اقول متابعين ومش يعني، انا عندي عيله فعلا، عيله اتحولت العيله ان احنا عرفنا بعض من غير ما نقابل بعض، والناس بتسال على بعضها ومهتمين ببعض، وهدفنا هدف خير كله، مش عايز حاجه من حد ولا حد عايز مني حاجه، بل بالعكس يمكن هم الحمد لله ده كرم ربنا ان عندنا شويه قبول كده فالناس بتحب تتابعني، فبقت عيله. فبقت لما تختفي يوم تلاقي ناس بتدور عليك انت فين. وزي ما بقولك انا ناس تقول لك لا اصل انا بحط، انا من ساعه ما بصحى لحد ما بنام انا صحيت، انا باكل، انا داخل الاستوديو مع سالي، انا خلصت البرنامج مع سالي، عندي مش عارف ايه، ما بكسبش من حاجه، كل الحاجات اللي انا بعملها بنزلها يعني يكاد اللي هي الحاجات الاقل من الخاصه، خاصه جدا ما عنديش حاجه خاصه، انا كل حاجه للناس. انت الناس قاعده معايا عايشه عادي، فبقى عندك ابديتس حلو. ايام ما كنا بنسافر استاذه سالي فكان في مغامرات لطيفه، انك بتطلعي بتجربي عربيه في 24 ساعه شركات العربيات، ويمكن بما اني سائق متخصص في تجارب العربيات انا معايا شهاده سيرتيفايد تيست درايفر، فانا بطلع اجرب العربيات بره مع الشركات لما تبدا العربيه تبقى موجوده. طبعا انت في غنى عن التعريف، الناس كلها عارفه قد ايه انت حد في سباقات العربيات، ليك تقل رهيب. ده كرم ربنا. وكسبت في سباقات كتيره. وصلنا لبطوله العالم، قدرنا نوصل للجي تي اكاديمي 3 سنين في بطوله العالم، سبقنا في سباقات ما كنتش احلم اكون واقف في المكان ده، ومش هنسى يوم ما وصلت سيلفر ستون في انجلترا وقفت في التراك ودخلت الاوتيل اللي بيقعد فيه سواقين فورمولا 1، ما صدقتش ان انا في يوم من الايام قاعد في نفس الاوضه اللي بيقعد فيها مايكل شماخر كان في يوم من الايام. يا نهار. فده كان بالنسبه لي انا اصلا حلم ان اقف اتصور جوه التراك. فخر بجد. ده كرم ربنا. بجد. ده كرم ربنا. فخر يعني. فكان مهم بالنسبه لي، فبقول لك قصه العيله الكبيره ان احنا عندنا احداث. الشركات هو بالنسبه لك ده اتس بزنس تريب، انت طالع رحله عمل تجرب عربيه وراجع، فمش رايح تتفسح، فبتبقى مدتها خصوصا ان احنا طبعا عشان بعاد شويه، هو معظم السائقين المعتمدين او الصحافه او الاعلام بيكون من اوروبا، ففكره ان حد من مصر بتبقى السفريه طويله عليا، فاضطر ان انا اطلع من القاهره لمطار تاني واخد طياره تانيه للبلد اللي انا رايحه، واوصل على طول على تجربه العربيه، اخلص اركب طياره وارجع. فانت لو قاعده بتتفرجي هتلاقي الموضوع الى حد ما ممتع شويه، بجانب ان انا بوثق كل شيء، وقاعد انا بالنسبه لي
لدرجه في بعض الدكاتره النفسيين قال لي خلي بالك انت هيجي لك مرض بعد كده ان انت عايش مع التليفون. انا مش التليفون، انا الناس، انا عيلتي الكبيره، حاسس ان هم عايزين يطمنوا وانا عايز اطمنهم عليهم وبفرجهم حاجه جديده. تلاقي الوقت الوحيد اللي انت مش بتمسك فيه التليفون هو في الطياره، قاعد في الطياره بصور ستوري اول ما بنزل مش نازله طبعا. ده في ده. وبعدين انا يعني خلي بالك انا ما في الطياره برضو مشاكس برضو، لان انا اصلا دارس طيران، فقصتي قاعد في انا بسوق طيارات ومراكب والحمد لله خريج اكاديميه بحريه برضو. المهم بجد يعني انت دارس طيران وبحريه اكاديميه بحريه وطبعا ممتاز ريسنج كارز يعني اهو كرم ربنا بقي لي قطر واكمل وسائل المواصلات كلها. فبعد اصور ستوريز كتير شفت انا ماسك التسلسل ازاي، ايه رايك بحكي لك؟ والله جامد جدا. بس انا حاسه الطاسه هتولع كمان شويه لو ما نزلناش فيها اللحمه دلوقتي. هو ينفع نحط اللحمه دلوقتي؟ مش تبلنا كده، مش بنسيبها في التتبيله شويه؟ بس احنا عشان احنا برنامج ممكن نصرح. مش بدل انا راجل احب الدقه، شفتي التخصصيه؟ هو ده. دي كارثه بقى. نحط بقى زيت. ايوه نحط بس كده. ايه؟ لا هو ده. نحط مسحه زيت. ما تقعديش بقى تقولي لي بقى مسحه وريحه ومسحه، دي اللي هي اروح اعمل كده مسحه اللي هي ايه اهو وريني. طب انا عارفه انت جايب زيت العربيات معاك. ده ده 10000 كيلو ده تمام. عامل 10000 كيلو؟ لا ده هيفضل 10000 كيلو. هيفضل 10000 كيلو. احسن زيت عربيات يا جماعه معانا دلوقتي هنستخدمه في الايه بس كده. انا بقى جايب فرشه بروح اعمل بقى ايه. يلا نجيب الفرشه حالا. ايه موجود؟ اوبا شفت بقى بقول لك ايه. واحد ده شغل عالي. واحد صاحبي متخصص برضو زي في اللقمه الحلوه قال لي في بخاخه للزيت يعني بدل ما صح. اوكي بس احنا ست الكل كده نفرد الزيت. انا احب برضه، انا اصل راجل عندي او سي دي شويه فانا احب الحاجه تبقى منظمه قوي. من قصه بقى بما انك قلت الاو سي دي، عملت ايه خطيبتك اللي ركبت معاك العربيه اللي كنت حاجة يعني عشان بس ما توديناش في داهية. طب ماشي اللي كنت يعني هي كانت صديقة جميلة ويعني فنانة كبيرة ربنا يكرمها يا رب. هي انت ليه فضحتينا الفضيحة دي دلوقتي؟ مش قادرة الناس بتحكي. هقول لك دلوقتي احط كده صح؟ حط. اوعى انا احب بقى الصوت ده قوي. ست الكل ركزي معايا في الصوت ده. استني يا لهوي يا قلبي خبر ابيض بلا عربيات بلا وجع دماغ. ده خلينا في الستيك دلوقتي. يا مفيش مكان لي دي. طب مش مشكلة. لا دي ده العك بقى لما تبقى انت مش فاهم وتحط ايدك في الطاسة. معلش. تسلم ايدك. الله يخليكي والله. كده هنسيب نسيبها قد ايه لحد بقى ايه؟ بس اهم حاجه عينك على عشان ما تتحرقش. بس انا بحب اللحمه ويل دان. بتحبها ويل دان؟ احسن برضه. اقلع الجلافز بقى خلاص صح؟ اقلعوا. واحنا ممكن نعمل هنا الصوص عشان اول ما تخلص، ولا عايز تنزل الصوص هنا؟ لا نعمل الصوص الاول هنا وبعد كده نروح حاطين اللحمه على الصوص. بالظبط. يلا بينا. يلا. معانا للصوص الباربيكيو والصوص الحار. ايوه عندنا شوكه. الزيت حطيناه خلاص. انت الشوكه من دي بس ابص، بحب انا ابص على اللحمه. يلا صح. بص عليه. قول لي بقى انت ليك اخوات؟ ليا اخت بنت عندها ليان بنت صغنطوطه لطيفه. انا احب برضو معلش انا اسف تقليد كل شويه كده. انا عارف ان ممكن ده مش صح بس ممكن تصححيلي، لان بحس لما بقلب كده كل شويه ان كل اللحمه بتستوي كويس. صح ولا بقول اي كلام؟ بص الافضل انك تسيبها شويه لغايه ما تاخد لون من ناحيه، عشان احنا بنعمل حاجه اسمها سيلينج للحمه، بنقفلها بنقفل المسام بتاعتها عشان ما تنزلش ميه. فالافضل تستنى عليها لغايه ما تاخد لون وبعدين تقلبها على الناحيه الثانيه. اخد؟ ما انا ما شفتش خدت لون. هي مش كده خدت لون؟ الزغنونه دي اخذت لون. يبقى الثانيه لسه. يبقى هنسيب دي زي ما سايبه. لا والله ده دي عامله لون. بس انا بقول معلومه عامه. بس انت عاملها مظبوطه. مش هتكلم كتير يا جماعه. انت عاملها مظبوطه. مش هتكلم. مش الاحترافيه بتناديني. احترافيه رهيبه. بس احنا مضطرين نطلع فاصل. ماشي هنروح فاصل ونرجع نكمل مع بعض. مستنيين مكالماتكم.
اهلا بيكم معانا من الفاصل. من ساعتها وتامر واقف مركز في الطاس. بس انا حرقت نص اللحمه. لا لا بالعكس دي كده طعمها لذيذ. والله انا احبها ويل دان. انا عندي مشكله بقى وانا مسافر بره حضرتك، انا باكل لحمه ويل دان يجيبها لي برضو حمرا وفيها الحته جوسي اللي احنا كنا، انا بتموتني الحته جوسي. ما هي الحته دي المفروض الناس كلها تبقى عايزاها. انا مش عايزها، انا ما بقدرش عليها. يا عم الحاج سويها تاني. امال لقيتك دخلت في السوشي كده في الني على طول. لا باكل فرايد. لا ماليش في الني. ما لا الرو ده صعب قوي. ما اكلتش يعني من الني يوما؟ لا 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 اكلت من الفرايد. ايه ده والله انت كنت قاعده جنب اكلتيه رو وانا مش دريان؟ والله ده كان رو؟ ساعات الواحد لما بيبقى جعان مش واخد باله هو بيزيح اي حاجه، وبعدين اصل السوشي ده ما بيبانش يعني تحسي عارفه اللي هو بونبوني. عايز اقول لكم اليوم اللي اتعرفت فيه على تامر كان اليوم اللي كنا فيه عند طارق صبري في المطعم بتاعه الجديد. مبروك يا طروقه. وطارق قعد جنب تامر وده كان اليوم اللي اتعرفت فيه على تامر. لا عايزه تصدعي بقى تعالي. فنسلم كده على طارق من كده نقول له ازيك يا طارق. ازيك يا استاذ طارق؟ عامل ايه؟ هتنورني هنا قريب ان شاء الله. طيب احنا بتهيالي كده تمام، نعمل بقى الصوص. بس يلا بينا. بقلب اللحمه عشان تبقى كل الالوان ايه مظبوطه. بس هي ايه هو تقريبا يعني انا حاسه الالوان كده بجد حلوه تشد. والله يا بس الريحه صراحة. حلوه قوي يا جماعه، الريحه خطيره بجد والله. دايما بشوف في البرامج لو يا سلام لو معايا في الاستوديو وتشم ريحه ده بجد ريحه حلوه بصراحه. طب انا عايز اسالك على حاجه، هو انت ليه ما كملتش في حته الطيران؟ بصي انا بحب الطيران جدا، انا بحب دراساتي عامه اللي درستها، بس انا كان عندي حلم. انا بحب رياضه العربيات، الموتور سبورت بالنسبه لي كفح. انا بحب العربيات عامه بشكل مرعب يعني، انا متعتي ان انا اقعد جوه العربيه، ممكن راكن في مكان وقاعد جنب عربيتي او قاعد جوه عربيتي بسمع راديو او اسمع شويه مزيكا وده تمام. انا حاسه اصلا ان العربيه الصالون بتاعك. يعني انا عايش انت معظم الستوري من الصبح لبالليل هتلاقي جوه العربيه. وانا بحب العربيه انها دايما تفضل نظيفه، يعني تبقى العربيه مش لازم تكون عربية غالية عشان اخليها نظيفة، لا لازم تبقى عربية عادية مش فارق معايا طول ما عربيتك نظيفة. انا بحس خلي بالك احنا عدينا الموقف معاكي ناوش. ماشي خلاص بقى ما تفضحيناش. نحط ايه على ايه؟ انت هتعمل صوص. انا بعشان السخن بزيادة نجيبها بس كده. ماشي. انا شفت بقى دي البوتاجازات الحديثة اللي انتوا جايبينها دي. ما هي عشان ما نولعش الدنيا هنا بنار. نحط بقى هنحط انا بجيب ورق الحاجات دي عشان عارف انها كده. سوري هنحط الباربيكيو صوص اهو وننزل عليه شوية مية. بص في النشا تعال. في النشا انا كنت لسه عايز اسالك ايه ده؟ دي اللي هتظبط ال التقل بالظبط. استني بقى معلش شوكتين ما كانهم معلقه. يلا بالظبط كده برضه قاعد بيقلب بشوكه. هوبا هوبا ونقلب بسرعه بقى كده. شفت الاحترافيه؟ شفت التقليبه دي؟ احترافيه ايه بس وبتاع ايه؟ والله العظيم دي خطيره. عشان ايه ما يمسكش معانا النشا وتكلكع. عيلتي الكبيره ركزوا معايا عشان اللقمه دي حلوه. اللقمه جميلة. دي في الاوكي بس دي بتاعت الصبح، دي مش اكلتنا بتاعت بالليل. اكل بالليل ايه بقى؟ لا اكل بالليل اديني بلوبيت بالبيض، اديني بسطرمه بالبيض. انا بس هندوق دي كمان عشان كبده اسكندراني. ايوه على السجق اللي انت عملته. ايه رايك؟ بس كان عايز لقمه فينو بقى. بس انا احب لقمه الفينو اللي هي رفيعه. لا انت قعدت تقول في الاول عايز الرغيف حته رغيفين بلدي. يا ساتر رغيفين بلدي متقمرين مش قادره عايز اللهم صل على النبي. رغيفين بلدي انا تقريبا يعني قفلت عند الحته دي وجريت عشان رغيفين يعني بلدي متقمرين يخليك في الاوكي. كلام جامد جدا. نسينا حاجه مهمه. ايه؟ الهوت صوص. ده لازم هنحطه دلوقتي صح؟ يلا بس ده حسب الرغبة برضو ولا ايه؟ انا مش بتاع الحرقات خالص. طب ما عشان كده حسب الرغبة. لو انت عايزة نعمل كده. لا مش انا شايف ان ايه ده؟ ايه بقى ليلة ليه كده؟ لا عادي عادي ماشي. يلا نحط اللحمة. سؤال ساعات بحط شوية قرفة. اللحمة تحب حتة قرفة كده تدي السلايز اللي صح صح؟ ايه رأيك؟ مع رشة البصل. بما انك حاطط بودرة بصل يبقى ساعتها القرفة بتليق جدا. اعتقد عندنا هنا في المجموعة اهي. انا ما يعني ايه معلش انا طبعا بهدلت لكم المطبخ يا جماعه. يا سيدي يومك اعمل اللي انت عايزه.
نحطها على الصوص بقى، ايه رايك؟ يلا. صح؟ يعني هي زادت شويه بس تمام يعني. مش مشكلة. تمام تمام تمام. بتحرق القرفة بتحرق. أنت قلت لي بقى إيه ما بتحبش المية اللي بتطلع دي؟ ما هي مش المية، بصي. هساعدك. أهي. بتحب المية ولا مش بتحبها؟ لا ما بحبهاش. المية دي عصارة اللحمة البروتينية، دي عصارة مش دم. دي مهمة ولا مش مهمة؟ مهمة ومغذية جدا وتعمل الصوص التحفة ده. شايفين؟ أهو. خطيرة. بس دي حتة لحمة بتوع زمان. اللي هي اللي بحاول حقيقي دي. معبر جدا. خطيرة. خطيرة. طبعا لو انت بتعمل دايت وعايز تخس يبقى هي دي اللي هتاكلها النهارده. هي دي بالظبط. مع ايه جنبها؟ مع ايه بقى؟ جنبها ايه؟ مع شوية خضار مسلوقين كالعادة. ايوه. دي البهاريز بقى، دي ما تطلعش. يعني دي ما تجيبيش. والله ده انا كنت هحطها في الحوض. دي بهاريز. دي مطرح اللحمه بعد ما بص بقى هنا الخبره كده. هنا بقى الخبره دي جميله. بصوا اللون، بصوا اللون انا حطها اهو. هو أوبا. ده هو لسه برضو نزل شويه كمان بس زي الطاسه باظت كده صح ولا لا؟ لا لا ما باظتش. سؤال برضو عشان ماما ساعات كتير بتطردني من البيت بسبب العامله دي، ان الطاسات كلها بتروح مني كده. بتعمل ايه؟ بتستخدم حاجات معدنيه؟ طبعا عشان شوكه في اي حاجه. انا شايفاني بستعمل كل حاجه في اي حته. ما هنا برضو هتعلم منك شويه بصراحه عشان عيب يعني ما ينفعش نبقى اصحاب. اي حاجه. بص هتلاحظ مثلا انا استخدمت دي مش دي علشان دي ما بتجرحش لكن دي تجرح. دي زي الفوطه اللي بتطبق بيها العربيه، فوطه زفره وفوطه مايكرو فايبر. كل حاجه يربطها بالعربيات. اعمل ايه؟ ما عنديش حاجه في الدنيا زي انا في اي ميتنج اتكلم على الكفته على طول. مره قفشوني وانا بتكلم على كفته في ميتنج. ما علينا. ايه المشكله؟ بتحبي شغلك. وبعدين هي الفكره انك تتميز في الشغل. يعني دايما بقول انك كل ما هتخلص وهتحب شغلك اكتر وهتذاكر وهتدور انك تجتهد اكتر ربنا هيكرمك. احكي لي بقى ايه اكتر الحاجات الغرائب او الطرائف اللي حصلت لك وانت في سباق عربيات؟ عندنا هي ما عندناش طرائف خالص للاسف. او مواقف حصلت. بس مثلا الموضوع ده مرعب يعني. انا لو ابني ابني صغير بص بيعشق حاجه اسمها عربيات. تعالى بس بيعشق حاجه اسمها يعني عربيات. يعني خليني اقول لك برضو نتكلم جد بقى شويه، ان اللي انت لما هتلاقي ابنك عنده حاجه زي دي هوايه وساعدته انه ينميها، انت هتبقي مطمنه عليه في الشارع. مش عشان بقى سواق كويس، عشان طلع الطاقه اللي عنده اللي عايز يخرجها في سواقه العربيه دي في السباق. صح. في بس انا المخصص. كأم اخاف عليه جدا، فاكيد والدتك او اهلك كانوا خايفين عليك جدا. ما كنتش بقول لهم يعني معلش يا ماما انا اسف يعني في حاجات ده كتير. عمل عمايل وقالكيش عليها كله طلع عيطوا على الله يرحمه بابا. انا مش هنسى كان في سباق مشهور كده بيتذاع عندنا على القناه الثانيه، كان لسه ما فيش قنوات. انا من زمان كان حلمي ان حد يطلع يتكلم علينا. فالمهم بيقعد بيتفرج هو بيقلب وانا قاعد بقى ايه مخلص. انا كنت في السباق. قال لي ايه ده؟ هي العربيه دي مش شكل عربيتي؟ قلت له يا راجل لا لا مش هي. ايه ده؟ ده اسمه قريب لاسمك. قلت له يا بابا. وانا بقى اللي هو يا ما هتاكل ايه يا ريس؟ طب انا شفت العربيه دي. قلت له مش هي خالص، وانا اللي كنت في السباق وبتتذاع وعماله تقول بقى وانا ايه؟ للدرجه دي؟ الله يرحمه. للدرجه دي؟ لا بصي هي في مرحله يعني اللي يشوف شخصيتك كده ما يقولش ان الشخصيه بقى الناحيه الثانيه بقى حد بيحب يساعد الناس جدا. طبعا بيحب يساعد المشاريع. انا اول ما شفته ايه ده بتساعد مشاريع؟ ايوه ربنا إيه يجعلنا سبب. بصي انا بحب الكلمه دي قوي، ربنا يجعلنا يا رب سبب للخير. يا رب. وزي ما انت هتبقى سبب لرزق او سبب لخير لحد، ربنا هيبعت لك حد يبقى سبب للخير ليك او رزق. دي حقيقه. ف في ناس يجي يقول لك لا بس انا ما اعملش اعلان ويدفع لي فلوس عشان اعمل. يا عم ده راجل لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يكرمه. لما انت تبقى سبب للخير لحد اكيد ربنا هيبعت لك حد يبقى سبب خير ليك. فانا بدعم في العيله الكبيره بتاعتنا اي حد بيبدا مشروع. مش فارق معايا بقى المشروع شكله ايه، طالما انه بيقدم حاجه كويسه وحاجه محترمه وحاجه فيها كواليتي اساعده. ليه ما اساعدوش؟ صح. فعندنا ناس بتعمل حاجات بايديها. طب ابعته لي على طول على ساليو بازار. يلا يلا. ساليو بازار معايا هدف، وبرده ان انا بخلي الناس يلاقوا المكان اللي يحطوا فيه مشاريعهم الصغيره. انت عامله بازار؟ الله ايه ده ساليو بازار. هوبا. طب اهو دي فرصه خطيره. طب بجد خلينا نعمل ده سوا وربنا يجعلنا سبب للخير. لان زي ما بقول لك بلاقي ناس عندها
هي محتاجه بس ان الناس تعرف بعض. دي حقيقة يا سيدي، ان نساعد. انا بقى متعتي لما تلاقي واحد يقول لك ربنا يكرمك، انت مش فاهم الدنيا حصل فيها ايه، والدنيا اشتغلت بالنسبه لي ازاي، او الناس شكرا. دي طبعاً قمه بالنسبه لي من الراحه النفسيه. بالظبط. وخليني اقول لك ان احنا عندنا ناس شاطره قوي قوي. دي حقيقه يعني، وللاسف مش واخدين فرصه. صح. او في ناس خايفين يبتدوا اصلا، او مش يعني عارفين يبتدوا ازاي. صح. او بيبقى محتاجين الدافع. بالظبط. وانت لما تبقى بتساعد في الزقه دي، يا سيدي يا ربك كريم هيرزقك ويكرمك والله. هي دي فكره الزقه بتاعت الصلاه برضو. صح. يعني زي ما بنقول حياتنا كلها شكلها عامله ازاي، تعالوا نساعد بعض ونبقى دايما، لان طول ما احنا قريبين من ربنا، ربنا هيكرمنا. احنا سبب الحياه اللي بقت صعبه بالنسبه لنا ان احنا للاسف ساعات الدنيا بتخلينا ننسى شويه حاجات. صح. فبنحاول. فلما تلاقي واحد يقول لي يا عم وانت لازم عشان تصلي، يا سيدي انت عارف كم. بالعكس بالعكس، انت لما بتنزل على الستوري، لما بتعمل قيام ليل، او بتشجع ناس يلا اعملوا قيام ليل. صح. او كده، ده تشجيع. ده مش معناه ان انا بقول يا جماعه بصوا بقى انا بروح اقيم الليل. لا. وخليني اقول لك حاجه، والله الحمد لله رب العالمين ان بلاقي كم ناس بعتلي تقول لي انت كنت سبب ان انا عذبت على الصلاه، لان انا مهتم دايما. انا يعني الحمد لله يعني اخرج وانبسط، يعني احنا الحياه الطبيعيه بتاعتنا، بس صلي قضي فروض ربنا. فدايما الناس بتستغرب تلاقيني ايه، وبهتم ان انا انزل ده، ان انا في يوم زحمه طويل انا دايما بحب امشي من زمان بسجاده الصلاه. انا بحب سجاجيد الصلاه والسبحه، فانا بحب دايما سجاجيد الصلاه اللي شكلها حلو قوي، ودايما بختار كده سجاجيد. وللاسف برضو عشان بحب اللون الاسود، فسجاجيد الصلاه سوداء. انت بتتكلم بجد؟ هو في سجاجيد اصلا بتتباع سوداء؟ اجيب لك واحده خطيره، فتلاقيني دايما في حته كده راكن على جنب وفارد سجاده الصلاه وقاعد بصلي. والسبحه برضه سوداء؟ هي اللون الاسود مسيطر على حياتي، مش عارف ليه. ليه بقى؟ انا عايزه اعرف ليه؟ حتى سيطر عليا ولبست اسود. يمكن يا بنتي ده الحته المظلمه اللي فيا، اللون الاسود ده. يا جماعه قربوا الكاميرا عليه كده زوم ان. ومزيكا حزينه. مزيكا بقى حزينه، يلا. حزينه وفي شعر بيضا حالا. هيعملوها بجد. بص بص للكاميرا دي. لا لا خلاص، لا بص للكاميرا دي. ايه بقى الحته السوداء اللي عندك بقى، احكي لنا. لا في طبعا حته سوداء اللي انت بتتفرجي عليها على السوشيال ميديا، او اللي بيظهر، خلينا مش انا بس، عامه لكل الناس، هي الحته الحلوه. انت لما بتاخدي صوره يا عم، حته حلوه ايه؟ انت كنت بتقلبها دراما من شويه. ما انا راجع لك دراما تاني، راجع لك للسواد. الحته اللي بتتشاف هي الحلوه، بس عشان الحته الحلوه دي تطلع بتاخدي 50 مره 20 صوره عشان انزل صوره. انا من الناس اللي مش لازم اطلع بقول ان الناس مش ناقصه، او عيلتي الكبيره مش ناقصه وجع دماغ وهموم. انا زهقان، انا عندي مشاكل في شغلي، انا عندي ديون، انا عندي مش عارف ايه، انا عيان. انا بحاول دايما انقل الصوره الايجابيه واخبي الصوره السلبيه ليا، ما اخليهاش تظهر. لان اللي بس وانت لابس اسود، ما ممكن برضو الناس تاخد انطباع برضو. والله يعني مش عارف، مش بص خليني اقول لك ان يمكن كنت لسه بصور اعلان من كام يوم كده، فلبست الوان غريبه، فالناس ثابت كل حاجه، وكل حد يقابلني ايه ده وانت كنت فين؟ انا كنت بصور حاجه بس. معلش انا اسف، عايز اللي هو انا نازل بالبيجامه. لا هو انا غيرت اللون الاسود. انا حسيت وانت رايح تشتري حاجه لبس. فتره مش مصدق المرايه بيصور نفسه. انا مش انا مش شايف نفسي على فكره، شايف اللي هو مين ده، مش شكلي خالص. طب كده برضو ما عرفناش سبب تاثير الاسود او اللبس الاسود عليك، كنت هتقوله وانا جيت. لا لا خالص، مش يعني انا بحس انه يعني لون انيق كده، ودايما بيخلي اي حاجه شكلها حلو، وشايف نفسي باللون الاسود في لبسي اكتر كده، عامل فيها باتمان يعني. اوكي مش عارف والله، والله يا سليم عارف. عايزين نشوف دكتور نفساني يشوف ايه يا دكتور قصه اللون الاسود ده يعني. على فكره لي الحاجات دي ليها معنى. بخاف انا بقى من الحاجات دي، ما لحقتش اقول. انا بخاف في الطاقة النفسية، لا في الطاقة، سوري مش النفسية، في الطاقة اللي هي اللي حوالين الإنسان. بيبقى الأوقات الواحد بيختار اللون بسبب إن حاجة ناقصة معينة. إيه بقى اللون الأسود؟ إيه اللي ناقصني؟ أسفلت؟ أسفلت ناقصني، أسفلت أو فرق كاوتش. على طول بيتكلم في العربيات. ما هو اللون الأسود هيبقى إيه بالنسبة لي؟ أسفلت أو فرق كاوتش. بس أنا برضه موضوع الطاقة ده وإنها بتأثر عليا والحاجات دي، جالي برضه حد من أصدقائي كده جاب لي، قال لي بص دي هتشد منك الطاقة، ويعني جابت لي ارق طول الليل بتاع كده، حطها لي في، قال لي حطها بقى جنبك وانت نايم، او انا الوهم مسيطر عليا مش عارف. بس هو ده علم طبعا؟ هو لا علم ان في طاقات، هالات، شاكرات حوالين البني ادم، سبع شاكرات. سبع مين؟
سبع شكرات. انا هعرف الشكرات اللي هم بشعر اصفر دول اللي صح. بالظبط. طب احنا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. معانا تقولي شكرات. اهلا بيكم معانا من الفاصل و اقول ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ولسه مكملين اللخبطه اللي انا عاملها النهارده. وانا بعتذر لجمهور سالي ان انا النهارده يعني الحلقه انا اسف يعني بس يعني بتعلم والله معاها حاجه جديده. ست الكل اكتشفت في الاخر ان دي مظبوط يا جماعه ما كنتش عارفه. ست الكل اللحمه استوت دلوقتي مش تفضح نشك يا سالي الجو ده يا سالي. ست الكل اللحمه استوت دلوقتي يلا. ونبدا بقى نحط في الطبق الشيك ده اللي انا بصراحه انا قلت لهم في الفاصل انا هقول ان انا عامل الطبق ده بس ضميري خلاني ان انا اتكسف اقول لان هو الطبق شكله حلو والالوان كويسه. بس السؤال هنا ليه الدكاتره ايه ده ماشي ليه دكاتره الدايت ما الاحجام اهي زي الفل ايه بقى الكميات اللي احنا بتقول لنا معلقه صح ولا ما هو مش ده دايت رز بني وخضار سوتيه وبطاطس لا ده صحي مش دايت لو دايت يبقى اللحمه مع الخضار بس لو صحي يبقى معاه الرز البني مثلا والبطاطس ممكن بس ده نشويات كتير. اتفرجوا بقى الكاميرا بقى هنا كده تفضحناش بصوا بقى بصوا لا الركعه اللي عاملها بقى امال ايه لا شغل جامد. انا بقى عندي بقى مرض نفسي في الايه في الحته دي قوي ايه بقى استنى. انا اصلي مشكله العين بتاكل قبل البق يا ساتر فلازم والله كلام بجد لازم برضه تبقى شايف. وده ده بقوله دايما حتى في البيت وانت بتعمل حط الاكل ايه المشكله لما اوضب الاكل شكل كويس مش لازم يعني المدرسه بتاعت زمان اللي هو رز على البيسله على اليويو يو مستعجل ولا حاجه لا ما دي الساعات الحديثه اللي ما حد يكلمك بترن فيها والله بتروش هي اصلا في اي بقى ميتنج وانت قاعد في اي حته وانا على الهوا ساعات كتير ببقى يعني في الراديو تحديدا ببقى لابس الساعه دي فدايما تلاقي حد يكلمني فان حد بيتابعنا مثلا على التي في يروح قايل لي هو انت ليه قاعد على الهوا مستعجل يا عم بقى وبعدين لو قاعد مع ناس الناس تفتكر انك بص في الساعه مستعجل بس خلاص بقى هذا التقدم سيدتي معلش ما مفيش حاجه مفيش حاجه يا استاذه ساري وعادي يعني ده ستارت في صدقني قفزه بس كويس انا لابسه اسود ما شفتي بقى ميست الاسود ما بيبينش بقى الحاجات دي خالص. طب برضو يعني دول اصلهم حتتين صغيرين ما انت بقى اقفل بيهم الحته البيضاء بقى لا يبقى زحمه قوي كده بصي بقى الحته دي كده ده طارق هيفرح بيك قوي والله هيخليك تقدم فقره طبخ عنده ماشي انا احب الطبخ اصلا ده اكيد بلا عربيات بقى كده انا خلاص تعبت من العربيات بس ما اقدرش اعيش من غير عربيات عايزين الحاجات الخضر يا اخي كنت بدور عليك طب بيفكر والله بدور عليك ليه بقى بيلاقي الحاجه قدامه احكي لي بقى ايه مميزات برجك وايه عيوب برجك لا ماليش انا في الحته دي شفتي قفلت لك طب مش برجك عيوبك انت ومميزاتك انت عيبي انا عصبي جدا انا بحب شغلي قوي فعنيف في شغلي ان انا ببقى مركز في التفاصيل وعيني دايما بتشوف الحاجه الناقصه وبحب شغلي بشكل كبير جدا وده اثر على حياتي بشكل كبير ان خلاني مش مركز غير ان انا بشتغل بذاكر عايز اطور من نفسي عايز اوصل لليفل اعلى دايما شايف ان انا لسه ما عملتش اي حاجه انا لسه عندي حلم كبير نفسي اوصل له اللي انا فيه ده كرم ربنا ولا عمري كنت اتخيل ان ربنا هيكرمني الكرم ده فالف حمد وشكر ليك يا رب بس دايما الواحد عنده كده ايه زياده فعايز اطلع للاحسن شويه اكتر بحلم بحاجات كتير وان شاء الله يعني اديني بسعى واجتهد وزي ما بقول لك دايما طول ما انت بتسعى وتجتهد ربنا هيكرمنا فبس طيب ليك في الشوكولاته ولا لا؟ عيب تتكلمي معايا في الموضوع ده. ده انا اصلا شوكولاته. يا سلام. انا دي كارثه من كوارث تخني هي الشوكولاته. تتكلم بجد؟ طب حلو قوي يلا نعمل مشروب الشوكولاته. مشروب. بالقهوه؟ ليك في القهوه؟ مؤخرا انا ما كنتش بشرب قهوه طول حياتي. الكورونا دي عملت فيها حاجات غريبه قوي. هي غيرت الناس كلها يعني كل الناس اكتشفت في نفسها حاجه جديده. فبدات اشرب معلش اصل انا برضه انت عارفه موضوع النظافه. غصب عني ست الكل احب انا انضف بعديه كده عشان ايه هو ده احسن حاجه انا عاجبني شغل انا عاجبني شغلك جدا يا تامر الله يخليكي خديني معاكي يعني انا شيف صغير بصراحه يعني انا موافقه
انا موافقه تبقى تشتغل معايا، جربك كده اسبوع. ماشي جربك اسبوع. يا وصلت لكده؟ ماشي بعد اذنك بقى يا ست، كل شويه بالمره وش نظافه كده عشان ايه بس. طب يلا بينا، انا جاهز. هنعمل بقى مشروب الكاكاو بالقهوه الدايت، ولا نقول مشروب الهوت شوكليت بالقهوه؟ اه هوت شوكليت كاكاو بالقهوه. هوت شوكليت، مش عارفه ليه كل ما اروح كافيه او اي حاجه عايز الكاكاو يضحكوا عليا. ده كان زمان بدون يعني ما نقولش، بس عشان ما نبقاش هذا اعلان غير مدفوع الاجر، كان في ماركه مشهوره زمان بتاعت كاكاو. بجد؟ اه بس كان بيخش يعني هو يعني انا لما بقول للراجل في الكافيه انا عايزه كاكاو هو بيفتكر بيفتكر الاعلان؟ طبعا بيفتكر. هو الاعلان كان مضحك؟ لا هي ما هي كان في ماركه مشهوره قوي زمان بتاعت كاكاو عليها غزاله. اول ما اقول كاكاو يفتكر، هو كان كاتب كاكاو. وبعدين معلش اصل الهوت شوكليت ده مؤخرا، اه لكن احنا كان طول عمرنا يا حاج عامل لنا كوبايه كاكاو ساقعه وسخنه. ايوه معروف. دلوقتي بقى اسمه هوت شوكليت، لو قاعد في حته تقول كاكاو لك ايه انت جايب منين يا باشا. او لو جيت مثلا في حته قلت عايز شاي بلبن استغربوني جدا. شاي بلبن ازاي اطلب شاي بلبن؟ اقول لك سر، انا لا كنت بشرب لا شاي ولا قهوه ولا الحاجات اللي هي اخواتها بقى كلها لابسين تشينو بينو، كل ده ما جاش عندي خالص. انا لا مشروبات مش غازيه. لا مش لايق، تخيل انت لايق عليك مكنه القهوه بقى بتاعتك دلوقتي بقى بدات اعمل بقى الحاجات دي. ايه هقول لك، احد الشركات بدون برضو ذكر اسماء عشان الاعلانات بعتوا لي المكنه هديه، فقلت بقى ايه ايه الاحراج ده، بعتوا لي مكنه قهوه وما بشربش قهوه فشكلي كان مش طبيعي، فبدات اتصنع. صباح الخير يا جماعه انا بعمل قهوه. فبدات الناس تقول لي انت بتكذب، قهوه انت بتشرب كوبايه لبن كل يوم وتخش تنام، انت هتمثل وتقول بتشرب قهوه؟ فقلت انا هبدا ادوق القهوه. بدات اشرب قهوه اللي هي الكابسولز دي، لقيت الموضوع دمه خفيف كده وطعمها لطيف وفعلا بتغير المود كده ويبقى يعني لطيف يعني. بجانب أيوة انا هو ده كان عندك الجهاز الابيض اللي بزراير كتير؟ لا ده بعد ما بقيت بقى متقدم، انا جالي القديم كمان الاول جاي عندي الرد. انا قلت ايه ده يعني، انا جايبه يعني جايبه منه، انا ما كنتش متخيل نزل منه كل الزراير دي. لا ده بيعمل كل حاجه دلوقتي الجهاز ده. بس انا احب بقى اعمل قهوه، بدات بقى اتفنن في القهوه، احط بقى عليها شوكليت. سبت الكل وصفه برضو، انا اسف، وصفه خطيره بس دي بتزود الجناب، دي كارثه. ليه؟ بجيب شوكولاتايه كامله اروح حاططها في الكوبايه، اه واروح حاطط الايه الكوبايه تحت المكنه. يا ساتر دي جامده جدا. اه اسبوع اسبوع عشان نعرف نتكلم فيه 5 كيلو زياده، اسبوع بس او 3 ايام جدا. يعني ده كفايه التخيل. لا وقاعده بقى ده الواحد يحط البتاع كده وعليه شوكولاتايه وبعدين الجهاز ينزل الاسبريسو كده عليه كده سخن. يا ساتر يا رب. اه بس خلاص كده انت في الاوكي. انا هروح اعملها 5 كيلو ان شاء الله يعني اول ما توصل. لا بس استنى انا اعملها بال دارك شوكليت. محمد سمير بستان اعرفه. دارك شوكليت. دارك شوكليت بالظبط. هي حلوه بس انا احب الميلك شوكليت. الدارك شوكليت تحسي انها ايه، عارفه بيبقى اللي هو عارفه اللي هم بيقعدوا في اول صف دول بيذاكروا دايما، هي عامله كده الدارك شوكليت دي. لا بقول لك ايه، ما تغلطش. لو هتقعدي في الصف الاولاني؟ لا ما تغلطش بالدارك شوكليت لو سمحت. ما هي جميلة حلوة مقبولة. ايوه دي صحية وجميلة وما بتتخنش. هنعمل كاكاو بالنجريسكو. ماشي المقادير ممكن تقراها؟ سيادة الكل المقادير نازلة على الشاشة دلوقتي، ورقة وقلم معايا. معلقة كبيرة كاكاو خام أو أكتر، يعني أكتر من معلقة ولا أكتر من كاكاو؟ معلقة صغيرة بودرة إسبريسو أو قهوة سريعة الذوبان. سريعه الذوبان. كوب خام. عامل زي شيرين بدكور دلوقتي. كوب شيله حبيبي والله ده سلم عليها عشان انا حبيبي. اه ده حبيبي. بس كان لازم يمسك لي على الكلمه، كل ما اقول غلطه كده ماسك لي على طول. بص انت سالي برضه هقول لك حاجه، يعني انت من المذيعات الكيوت الهاديه الرقيقه كده، فطبعا حظك النهارده ان انت قاعده مع واحد بايظ خالص كاوتش وبتاع. انا اسف انا مش همسك على انا هسكت. لا لا اتفضل. ست الكل معلقه صغيره نشا او اكتر سكر دايت بودره رشه ملح. ضايقتك قوي او اكتر اكتر ما بقى هي دي بقى الحاجات اللي انتوا بقى بتعقدونا فيها. حسيتك وقفت عند اكتر رشه ملح. ريحه مش عارف ايه. سكر معلقه نشا او اكتر، يعني احط معلقتين؟ قولي لي المقادير. يعني حسب انا راجل طفل هحط 5 معالق. دلوقتي
احنا مثلا دلوقتي بحبه مثلا خفيف، يعني مثلا الصوص ده، الصوص ده خفيف ازاي؟ شايفين خفيف ازاي؟ انا ما بحبوش بقى خفيف كده، كان المفروض يتقل شويه بقى. يبقى نزود بقى ايه؟ شويه نشا. النشا بتزود اي بتتقله. حاجه تتقل القوام، فعشان كده كاتبه نشا، شويه نشا او اكتر، هي بس عشان غرت زياده ففصلت النشا. هنا الخبره برضه بتتكلم. طيب نبدا بقى الاول. ست الكل، شوكولاته خام دارك مبشوره. احنا هنحط كل حاجه على بعض. ايه ده؟ اللبن. ده اللبن عشان ده دايت. إيه للناس بقى اللي بتحب الايه، الحاجات القهوه. إيه لبن خالي الدسم. ماشي. ودي ده النشا اهو، هنحطه يتقل معانا. وسكر الدايت. سكر الدايت ده برضه بتحس ان هو كاكاو. كاكاو ماشي. وشوكولاتة دارك شوكليت دي، دي بس بعدين مش دلوقتي، دي الوحيدة اللي بعدين. نقلب بقى. نقزقز احنا لحد ما انا كنت مجهزة لك، مش مجهزة لك يا ايريني الحقيقة، مجهزة لك، كانت مفاجأة بالنسبة لي والله. انا عايز المشروب الحارق. انا عايز اشكرها لانها تعبت معايا جدا، انا اسف، بعتذر لها على الهواء بصراحة. شو احنا يا جماعة واحنا بنحضر الحلقة دي، انا مش عايز اقول لكم عملت فيهم ايه بصراحة، انا اسف يعني. ما عرفت والله، غصب عني. شوكولاتة حلوة قوي. جميلة؟ أنا منظم في مواعيدي قوي، بس بقول كده دايما، لكن ما بعملش كده. يبقى دي حاجة لازم إيه نظبطها. بحاول أظبطها، بس أنا هقول لك، أنا ما بعرفش حد يعمل لي حاجة، أنا دايما أنا اللي بعمل كل حاجة، يعني أنا دايما مهتم، أنا بعمل شغلي، أنا اللي بعد حلقاتي، أنا اللي ده أحسن حاجة، هو ده اللي يخليك مميز. عشان كده أنا بلف حوالين نفسي أهو. والله هو ده. ماشي. هو ده اللي الواحد يعد كل حاجته، يعمل حاجته وصفاته وكل حاجه، يتعب في حاجته، هو ده اللي بيميزه بعد كده. النظافه برضو مسيطره. احنا كده نعتبر بقى ايه، اول ما يسخن نروح حاطين بقى الشوكولاته. الشوكولاته ما ينفعش تغلي على النار، بتفصل، بتبوظ. تفصل يعني تروح فين؟ بتبوظ خلاص. ما ينفعش نغليها، يعني اول ما يسخن معانا كده ويغلي ويتقل معانا النشا هنروح ايه، بس انا موضوع الكاكاو احط عليه نشا، دي جديده، بس هجربها النهارده. بتتقل، بتخليه طعم. عارف انت لما تروح كده كافيهات اوقات بتلاقي الهوت شوكليت كده قوامه تقيل. أيوة شويه. ايوه في مكان بيبيع انا البتاع ده كده، وكنت برضو السؤال، بس انا قلت المكنه اللي هو بتقعد تلف دي بتاعت الهوت شوكليت هي اللي بتعمل كده، بس طلع النشا هي الحدوته. ايه سنه نشا كده بتخلي الهوت شوكليت يتقل. بس بتتخن. لا بص، هي معلقه صغنونه مش هتفرق والله. وعلى فكره النشا من الحاجات المغذيه جدا للجسم، عن الدقيق مثلا. ايه ده يعني بيعمل ايه؟ بقول لك في حل، نعمل لو سمحت، عايزين نعمل حلقه تقولي لي اعمل بيتزا ازاي صحيه. حاضر ماشي، حاضر. هتعمل معايا؟ انا موافق. هتعجن؟ لا انا ملك العجن بجد. اديني وانت لابس اسود بقى وتتحول الى مقدره. عندي طقم بقى بتاع الشيفات الطلاينه. يا سلام برونتو سينيريتا. الو يا سلام بجد بالبتاعه دي كلها والله. بس طب ده حلو ده، يوم حلقه البيتزا. طب خلاص اتفقنا. احكي لي انت رحت بلاد ايه؟ هو ده كرم ربنا برضو. الحمد لله احنا لفينا الكره الارضيه كلها. الحمد بجد؟ لله. الحمد ما شاء لله. الله. يعني باقي لي اربع خمس دول في افريقيا. الجنب التاني بتاع امريكا برضو عندي كام حاجه لسه باقيه صغيره. يعني اوروبا خلصتها الحمد لله. انا بحب السفر قوي، خلي بالك. بحب السفر جدا. واقول لك حاجه بقى، من الحاجات اللي الناس ما بقى، يعني العيله الكبيره عشان عايشه معايا فعارفه، انا بسافر لوحدي. وانا بحب السفر لوحدي. اوكي. ففي ناس تقول لك يا ابني انت مجنون. طب وليه بتحب السفر لوحدك؟ ضارب بقى شنطتي على ظهري ونازل بقى على باب الله، بتدور بقى تكتشف. سلام عليكم. وروح. بحب اروح اماكن جديده، اروح ودايما بحب اروح. حاسك كده، حاسك كده بتحب الهوتيلات اللكجري صح؟ شنو الحبايب؟ طبعا بحب برضه الحياه، بس ساعات الظروف لا تسمح بهذه الاوتيلات. يعني لو انت معروض عليك تروح اوتيل، لا موتيل مثلا، او حاجه مثلا بتبقى حاجات كامبس صحراويه، او مش عارف. انا شبعان، لان انا بسابق صحراء، فبنام في الصحراء وعلى العربيه، فانا شبعان صحراء. تمام. فانا لما ببقى عايز اسافر دايما بتبقى شغل، وساعات بستغل ان انا مثلا عندي يوم او يومين ان بعدهم ممكن اروح اكمل فيهم استكشف بقى. احب اروح البلاد الصغيره. اوكي. يعني اللي هي مش العواصم او البلاد اللي مشهور. يا لهوي على الجمال. هوت شوكليت. لا والقوام لازج. هو ده، هو ده كده التخن كله. إن انت بس ده دارك شوكليت فمش هيتخنى، ولبن خالي الدسم وسكر دايت فلطيف قوي. ما يتخنش، يشبع ومغذي.
وصحي وحاجات كتير قوي. شفت بقى انت رحت المانيا قبل كده؟ رحت المانيا كتير بجد. فين كل اللي انت عايزاه؟ رحت ميونخ وزيورخ و لا زيورخ دي في مش المانيا. ما انا بكمل لك بقى كل حاجه. كم ورحت فرانكفورت ورحت برلين و ورحت بلاد تانية كرة صغيره بقى. بس انا يعني الالمان اصله شعب منظم قوي وبينام بدري قوي، الساعه 7 بلاقي الدنيا شكرا انت تعيش يا حاج. بس بحب المانيا طبعا، فيها حاجات كتير. فرانكفورت من البلاد اللي بحبها، ميونخ عشان فيها برضو، شتوتغارت طبعا. رحت برلين؟ رحت برلين، رحت شتوتغارت لان شتوتغارت فيها مصانع لشركتين او ثلاث شركات كمان، زرت المصانع بتاعتهم من الشركات الكبيره قوي. فكان بالنسبه لي طبعا الصناعه الالمانيه وصناعه المحركات اساس العربيات. ميونخ. انت اصلا عربيتك من يعني هو كرم ربنا في عربيات كتير الحمد لله من عربيتك كلهم اللي هم الصغيرين بريموت كنترول. لا بصي انا بحب العربيات، يمكن حياتي انا فعلا بحب اقتني العربيات وبحب ادور على العربيات النادره ومن زمان من وانا صغير. انا هبعت لك يوسف. يلا يا يوسف تعالى كارتنج بقى كارتنج. يعني حظي إن ربنا كرمنا ان احنا خدنا شباب صغيرين كنت انا مسؤول عنهم في بطوله العالم في الكارتنج. خدنا فريق صغير بدا يخش رياضه جديده وطلعنا بطوله العالم سنه واثنين وثلاثه. مش عارفين نعمل انجاز ترتيب اول بالفريق الصغير، لكن لما يبقى عنده 12 سنه وواقف في بطوله عالم ورافع علم مصر وجواه كده حته شايل مسؤوليه، حاسس اللي هو انا بمثل مصر في بطوله العالم، النفسيه بتتغير تماما. بجد بتفرق بشكل كبير جدا انك الطفل او الشاب من اول ما هو انت بتحط جواه حته الانتماء اولا، اتنين انا بعمل حاجه حلوه بحبها طبعا. بطلع الطاقه. هتتفرجي عليه وهو سايق؟ لا هو ملتزم وحزام الامان وماشي. انا بطلع طاقتي جوه السباق، انا عايز احافظ على نفسي عشان لما اروح اسابق اطلع كل الطاقه جوه السباق. طب انت في السباق مش بيبقى خطر شويه؟ هرجع مش تاني للنقطه دي عشان انا بحس ربنا اول ما بفكر في سباق ان يعني بحس لا. ربنا يعني الحمد لله بيحفظنا، وربنا طبعا لو رايد شيء بيتم، لكن بنقول ان الاحتياطات هي دي الفكره بين انك بتلعب رياضه بتامن نفسك قاعد في عربيه مجهزه مربوط بشكل معين جوه الكرسي اللي انا قاعد فيه، الكرسي معمول بشكل معين، لابس الخوذه بتاعتي، كل الاستعدادات بشكل مظبوط، فبتخلي شكلك الى حد ما باذن الله امان. لو حصل حاجه يبقى فيه حاجات بتحميك غير وانت سايق في الشارع. بجانب وانت في السباق انت سايق في طريق مخصص للسباق، فمفيش اخطاء غير. احنا دايما معظم الحوادث بتبقى اخطاء غير او اخطاء مني، وانا بقول يا باشا انت اللي خبطتني. او عشان ماسك موبايل او مش عارفه ايه، لكن دي كارثه. بتمسك الموبايل وانت طبعا سايق؟ انا غلطان وبعترف، بس انا بقول دي كارثه. ايوه بس انت مش بتمسك الموبايل وانت سايق في الريسنج صح؟ في المسابقات. بس انا بحاول عشان برضو بقول النقطه دي، لما ساعات كتير ببقى وانا سايق في العربيه وبصور ستوري، انا بثبت عندي تليفون في مكان وبدوس وببقى سايق وهو بيسجل وانا بتكلم وانا سايق كاني بتكلم في تليفون. اوكي. لكن ارجوكوا يا جماعه، ارجوكوا على قد ما تقدروا بلاش تمسك التليفون وتصور وانت سايق نفسك او تتكلم. انا بغلط، انا مش عايز اقول ان انا مثالي، لا انا بغلط نفس الغلطه بحاول ابطلها، بس ارجوكوا لازم ابطل دي لان دي خطوره كبيره، لان الحادثه بتحصل في اجزاء من السنه. فاكر اللايف اللي كانوا طلعوه الشباب اللي طلعوا على الطريق لا كان ده كان واحد قاعد. لا احنا عملنا في فتره من فترات اعلانات، ويمكن انا كنت مهتم بالاعلانات التوعويه شويه، ويمكن منظمه من المنظمات اللي بتهتم بالسلام على الطرق، انا كنت دايما بحب اذاكر واخد الدرايف سيف، فبدات اشوف حاجات احنا وخدت كورسز لحد ما وصلت لستيج كويسه فيها، واكتشفت ان احنا بنغلط غلطات بسيطه جدا واحنا سايقين ومش واخدين بالنا ان دي ممكن تعرض حدنا للخطر. قعدتنا في العربيه لو قاعده غلط انت بتعرضي العمود الفقري ورقبتك وكل ده ان يحصل له مشاكل وانت مش حاسه. صح. والناس اللي بتسوق فترات طويله، سوق فترات طويله بس اقعد صح. كل فتره انزل اركن العربيه ووقف افرد ظهرك واعمل شويه تمرينات لرقبتك وللعمود الفقري وللقطنيه ولايديا واعيد تركيزي تاني من الاول. ساعات كتير واحد يقول لك يا عم انا كنت جاي امبارح من السفر وبنام نص الطريق. اوعى اركن على جنب وانزل اقف شم شويه هواء، اشرب اي حاجه، كل اي حاجه، لقيت ان انت بتنام خلاص تماما اقفل العربيه، شغل التكييف، اركن في مكان منور كده وحته لطيفه، غمض عينيك 5 دقائق 10 دقائق بالظبط، هتفرق جدا. ده صح.
وفي حاجه بقى مهمه قوي خليها دي بعد الفاصل، وانت اللي طلعنا الفاصل ست الكل. نطلع فاصل ونرجع نطلع فاصل ونرجع تاني، وانا في ضيف الاستاذه سالي النهارده، وسعيد بالحلقه دي، ويا رب تبقى حلقه لطيفه عند حضراتكم. مستنيينكم بعد الفاصل. اهلا بيكم معانا في الفاصل ومكملين مع تامر. يلا بينا. انت كنت عند حته السيفتي، او بتشرح الواحد يخلي باله من ايه وهو سايق لو تعبان او كده، كنت موقفك بس عند نقطه نكملها. ازازه ميه جنبك وانت سايقه دايما من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، ان كل شويه باخد بق ميه. طبعا الميه انت هتقولي كلام كتير طبي وصحي عليها، لكن في السواقه كمان هي بتخليك حتى لو انت عندك شويه كسل او حاسس كده بتفوقك تاني. و مع التكييفات اللي موجوده في العربيات والكلام ده كله، حال دايما تكون ريش التكييف قريبه لازازه الميه تبردها، تفضل الميه برده مش سخنه فتره ساقعه. بحب انا التفكير البلاننج ده. انا بهتم جدا انك تحط الازايز، او لو تشرب حاجه في كان او اي حاجه، في الاماكن المخصصه، الكاب هولدرز، اماكن التخزين السليمه. تمام. ايه فايدتها؟ لا قدر الله وانا سايق، ودايما بقول ان احنا كلنا، خلينا برضو نوسعها شويه، عندنا شويه اكسسوارات في العربيه بتاعتنا كده، يعني لازم هتلاقي كنت في فرح طبعا اخواتنا واصدقائنا البنات بتروح قلع التالون ولابسه جزمه فلات، فناسيه التالون في العربيه، فتحت الكرسي جنب البتاع، ازازه ميه قديمه، مش عارف ايه، الحاجات اللي مش محطوطه في اماكن ثابته، لا قدر الله مع الفرمله الجامده الحادثه بتحصل. ايه اللي بيحصل؟ اغير بس حركتي كده اوريك. احنا قاعدين اهو سعيد، فشفت حاجه قدامي فاجئتني، فرحت دايس فرامل. الفرمله الاولانيه دي بتطلع كل الحاجات اللي مش ثابته دي تجري لقدام. وارد لو حاجه مش متثبته صح تخبط فيا، تخبط في الازاز تكسره. صح. الاخطر بقى تجري من تحت الكرسي بتاعي، وده نسبة كبيرة جدا من الحوادث في العالم، بس مش بتكلم عندنا، تلاقي الحاجة جريت من تحت الكرسي ولو تحديدا ازاز المية، وتنزل تحت الدواسات. الواحد ما يعرفش يدوس الفرملة. انت بتدوسي فرملة بتتخضي وبعدين بتشيلي وبعدين تاخدي الاكشن، هعمل ايه؟ هفرمل هدوس؟ في دوستين بتحصل مش دوسة واحدة في الاغلبية. فمع رفعة رجلي واجي ادوس تاني ممكن الازازة دي تنزل تحت دواسة الفرامل، اجي ادوس مفيش. عملت عائق ان الدواسه تشتغل. يا نهار ابيض. فدايما بقول ان خلينا دايما محطين الحاجات اللي بتتخزن في الاماكن بتاعتها. ازازه الميه مهم جدا يبقى معايا ازازه ميه في العربيه، طول ما انا حاطط ازازه ميه في العربيه حاططها في المكان بتاعها جنب الباب، المكانين اللي محطوطين في حته ثابته، يعني حته بتاعت المكان التخزين المظبوط. تمام. القعده الصح، ودي ارجوكوا يا جماعه، سيبك من صحابك اللي يقول لك ايه يا باشا انت قاعد مش انا قاعد على المكتب قاعد بذاكر، بس انا بحافظ على ظهري، طول ما ظهري مظبوط ومفرود انا مش هتعب. احنا كلنا للاسف في ناس بتسوق عامل كده كده، او ماده كل جسمها لقدام، دي خطر قوي سايقه كده. دي خطر قوي، لان الحزام في الحاله دي بيكون عند رقبتها، ودي من الحاجات الخطيره جدا. الحزام لازم دايما هنا على الكتف، وليه طريقه في يعني عملت كذا فيديوز قبل كده ازاي نربط حزام الامان بالشكل المظبوط. ودايما بحاول واحنا على الستوريز كده، لو حد برضو بيتابعني بص على الطريقه الصح ربط الحزام، ازاي اقعد كويس في العربيه. طب جرب النهارده اقعد وكده، كل اللي بيتابعنا ويشوفنا دلوقتي وانت نازل بالليل اقعد صح، مش بس اللي سايق، اللي جنبه اقعد ظهرك مفرود، الكرسي يبقى ظهري مفرود ورابط الحزام محطوط على الحته دي مش هنا. وقد ايه مهم رابطه الحزام اصلا؟ هو ده مش وارد انه ما يكونش موجود، يعني خلاص انا بطلت اقول ان احنا ما بنربطش الحزام، ما ينفعش. ده لازم يا جماعه بجد لازم. انا مره اتقلبت بيا بجد العربيه، انا والكرسي واحد، عشان كنت رابطه الحزام لفت وانا والكرسي واحد، ما حصلش اي حاجه لغايه ما كانت العربيه مقلوبه بقى والازاز تحت، جيت بقى فوق بقى رحت نازله في الازاز. يعني شوفوا قد ايه بتحمي جدا من اي حاجه. انت عارفه ان من ضمن التدريبات اللي بدانا ان احنا نشتغل عليها، لا قدر الله لو انت مقلوب بالعربيه ورابط الحزام، ليه طريقه ازاي تفك
الحزام وتنزل عشان ما تتعورش، لان انا وانا متعلق في عربيات ما بتتفتحش الحزام، بس لو انا فتحت وانا متعلق لفوق والحزام اتفك هروح واقع على وشي. ما ده اللي حصل لي. اه ليها طريقه. ايه بقى؟ لازم بفرد رجليا الاول، انا قاعد متعلق اهو، بفرد رجليا وبفرد ايديا وبايد واحده بس بفك، فبسند فالحمل بتاع جسمي ما نزلش مره واحده، سندت برجليا وبايدي. في المانيا، بما انك بقى انت يعني، بس احنا عايزين نلحق نشوف الصور. اه ده تاريخ، لازم نطلع خلاص يعني نختم. انا قاعد لسه نفسي حاجه ممكن. اه طبعا انت معايا نار. طب خلينا نشوف الصور ونرجع تاني. اه دي في سيلفر ستون. اوكي. دي في، وده هنا الريتم سريع بقى يعني. اه ده رالي بتاعنا اخر رالي كان موجود قبل الكورونا، خدنا فيه مركز اول الحمد لله ما شاء الله. السباقات بتاعتنا المحليه جميله. ده برضو رالي مش فاكر. اه ماشي. ده كان في مرسى علم تقريبا. دي في نفس الرالي بس يعني برضو في الوزن عربيه نقل بتسابق. ده في بطوله العالم، ودي العربيه اللي انا كنت بسابق عليها. دول السواقين يعني، انا واحد من ضمن السواقين اللي بيمرنوا في بطوله العالم. كنت انا بمرن نورس افريكا، شمال افريقيا كلها، مصر والمغرب والجزائر وتونس. ما شاء الله. دول كلهم سائقين. ده بطل عالم سباق ليمو، وده اللي هناك بطل عالم في 24 hours، وانا الغلبان اللي مستخبي ابو دقن سودا. غلبان ده انت شكلك كلك شر كده. شر. اه ده فريقي اللي كنت بمرنه في بطولة العالم، ده الفريق بتاع شمال افريقيا، ودي العربية اللي كنا بنسابق عليها. انت كنت هنا زيادة ال 45 كيلو صح؟ لا هنا ما كنتش الاخر رقم، كنت اقل، بس طبعا لابس هنا 40 جاكيت لان حضرتك ماينس رقم مرعب. بس برضو كنت اوفر ويت زي دلوقتي يعني، برضو كنت فوق. خلي بالك انا حلم حياتي كنت اشوف الرقمين يعني، قعد بقالي سنين ما شفتش الرقمين، ده من اعدادي مثلا يعني، رقمين على الميزان. اه طبعا انت مش هتاخدي بالك من الحاجات دي. دي والله دي الصور دي دي العربيه اللي كنت بسابق عليها في بطوله من البطولات المهمه جي تي اكاديمي. والله صور حلوه، صور حلوه هنا دي. اه صور لطيفه كده مختصره، صور برضو. بص هنا الوزن بيفرق يعني. اه انت شكلك مختلف خالص دلوقتي يعني. آه لما كنت مليان. والله مليان. عايزه مزيكا دي عارف. مليان. شكرا شكرا يا استاذه سالي، شكرا يا استاذه. يعني بصي ارجع اقول، وبرضو فعلا في فرق كبير جدا هتحسه لما وزنك هينزل طبعا، في كل حياتك، في طريقه تحركك، في طريقه معاملتك، في لبسك، في شكلك، في ثقتك بنفسك. سو بدايته قرار، بدايته قرار قرار، وهي مش سهل، ومش هنضحك على بعض. مش سهل بس. وابعد عن يا عم بقى انت لسه هتعمل دايت، دي اصحاب موجوده. لازم من جواك تبقى حاطط حافز ان انا عايز اوصل لده. بس الكلام سهل والتنفيذ صعب. بس يا رب عشان نبقى عشان انت مجربتش السبع خطوات. ايه السبع خطوات؟ ازاي السبع خطوات؟ شفت بقى؟ ايه السبع خطوات؟ السبع خطوات انا عندي اسبوعين ناس خسوا، بقالي 10 سنين اسبوعين ناس خسوا بال 40 و 50 و 70 كيلو. طب كنت فين خطوات. كنت فين من زمان قبل ما كده؟ انا هكمل. انا خلي بالك لسه باقي لي 7 كيلو. ساعديني بقى. حلوين قوي، لاقيين على السبع خطوات. سبعة. 7 كيلو. طب يا جماعه في تحدي جديد، كل يوم خطوه. يعني كل يوم كيلو؟ يعني ممكن نشوف كده. طب خلاص، بس 7 كيلو هقف على الميزان وهنزل. اقول لسالي هتعمل معايا تحدي. يبقى هبتدي معاك برجيم 3 ايام الساحل الاول. 3 ايام في الساحل؟ لا ترجيم 3 ايام السحري. انا قلت 3 ايام هقعد في الساحل اتحبس هناك. ماشي موافق. ماشي الساحل انا معاك. خلاص انا ممكن، انا عندي رجيم الساحل برضه على فكره سهل جدا. اه الساحل طبعا معروف، فطير معروف الصبح وبالليل كتير. لا قبلها هتاكل حاجه ساعتها انت مش هتعرف. لا خلاص خلينا نقول هنبدا الرجيم السحري بتاع سالي، وهنجرب نشوف السبع كيلو اللي باقيين دول هيروحوا ازاي. ماشي اتفقنا. خلي بالك لو ما خسيتش انا هعمل فضيحه. لا هتخسهم ان شاء الله، جايزتك انك هتيجي ان شاء الله نعمل مع بعض بيتزا الصحيه المشبعه. لا تديني جايزه اكل اكل صحي وتقولي لي نيجي نعمل مش عارف ايه بالشوكولاته ولا يعني اديني اغراء. نفسك في ايه؟ شويه مكرونه بشاميل، حتتين بوفتيك، شويه ورق عنب من دلوقتي؟ ما انا قاعد بيحلم بالبوفتيك والبشاميل من قبل نبتدي اصلا. انا شايف ان انا غيرت فكره البرنامج الاكل الصحي الاكل خفيف بشكل لا قوي. ده شوكولاته صح؟ انت نفسك في شوكولاته؟ ده هنحلي لما بقى. هنحلي طيب لازم. قصدك بقى هنعمل حلقه يوم فري؟
يوم فري، يعني هخس 7 كيلو دول ونعمل حلقه فري بقى. خلاص اتفقنا، دي تبقى مفاجاه. مش النهارده فعلا، صح يا جماعه عنده حق، النهارده عملنا حلقه دايت. عملنا الستيك اهو الدايت، وعملنا مشروب دايت، فان شاء الله الحلقه اللي هو اللي انت هتيجي فيها تختار كل الوصفات اللي انت عايزها لليوم الفري بعد ما تكون خسيت السبعة كيلو على السبع خطوات. بس وهروح معوض 5 كيلو في الحلقه على طول. يعني 5 كيلو في الحلقه. تامر انت نورتني بجد، وانا والله مبسوط جدا جدا جدا، وانا جدا، وما حسيتش بالوقت، وانت جميله وطيبه ومجتهده وشاطره وبتحبي شغلك جدا، وشرفني والله ان انا كنت معاكي ومع والله الكروب جميل. طول ما انت بتتكلم انا شايفه نفسي، يعني فعلا انت فيك حاجات كتير جدا جدا جدا. يا رب ابقى ربعك حتى. لا والله بجد حاجات كتير قوي يعني فعلا. ربنا يخليك يا رب، فنورتني النهارده جدا، وانا والله اللي اتنورت بيكي واتشرفت بيك والله. ويا رب نكون خفاف لطاف، واعتذر عن ال يعني يا لقمه كده. اللقمه بقى الاكل مش صحي على الستوري بقى في الانستجرام، في كبده وسجق و7 كل حاجه. اشوفكم بكره على هوا ان شاء الله. باي باي.